الكرات تثقل دائما عند الثلث الهجومي كهذه الكرة مثلا المحاولة من أسبرية. أسبرية لاعب يحتاج المرور جميل ملعوبة توصل إلى محمد عبد الوهاب ملعوبة كامل الأسود يحاول والآن أبو قماش ركلة ركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها بقبضة اليد تبعد ومحمد سالم يحاول في كرة لكن كرة يخسرها محمد سالم عادت اليمنى محاولة المرور محاولة الانطلاقة الكرة فيها مرور وتمرير لكن الكرة تنقطع ترجع الكرة ما كانت بالشكل المطلوب تبعد رأسية مرة ثانية سلام سلام العودة توصل تصويب راسي أفرم تصوير القامة نسيت كرة ملعوبة رأسية مبعدة خيبر يرجع يطلع البحرين منزل يلعبها توصل في خط الوسط البالون البالون يلعبها هدف حاتم محمد موجود حاتم محمد جميل إلى الكمين الأسود إلى عيسى موسى عيسى الكرة معاه ولكن وين ما قرأها بشكل سليم توصل لحاتم محمد حاتم يلعبها إلى أعطاء الفرصة إلى عبيد صغار السن يستفيدون من الاحتكاكات